اليوم ضيفنا قدر انه يحقق حلمه، فينا نقول رح نحكي اكثر، وخصوصا اليوم وقت اللي عم نتطرق الى مجالات لها علاقه بتكنولوجيا، بروبوتكس، بكثير من الامور يلي صارت موجوده بقوه بحياتنا اليوميه. بدي رحب بابراهيم عز الدين، شريك ومؤسس والمدير التنفيذي في شيربا. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي عن نشاطات كمان عم تعملوها وعن مشاريعكم. بالاول ليش شيربا؟ اوكي، سو شيربا بالاول هي بلاتفورم للمدارس، ونحن بنفوكس على تو سيكتورز. اول شيء الاساتذه المدارس والطلاب. فللطلاب نحن عندنا كورسز بتحضر الطلاب للمستقبل اللي هن رح يتخرجوا فيه. يعني احنا شفنا انه التكنولوجيا بريت المدرسه عم تتطور كثير بسرعه كل سنه، بس الكوريكولمز والمناهج شوي بطيئه لحتى تكوب مع هذا التسرع بالتكنولوجيا. امتى قررتوا هيدا الشيء؟ فشفنا نحن من وقت، يعني من سنه ونص بلشنا شيربا، وشفنا انه في جاب كثير كبير. فقلنا اذا نقدر نعمل نحن كورسز بتقلص هذا الفارق بين شو عم بيصير بره المدرسه وشو عم بيتعلموا ستودنتس قبل المدرسه، ذات بي بيرفكت يعني. فبلشنا نشتغل على كورسز ان كودينج اند روبوتكس، بس لاحظنا انه ذيس از نوت انف. يعني من شي 5 أو 7 سنين لورا بلشوا المدارس هيك يبلشوا يفوتوا روبوتكس ويبلشوا يعلموا كودينج. قديش مهمه هالشغله. هلا عم نفوت على شيء جديد، صرنا نشوف التايبس اوف جوبز اللي رح يخلقوا، نوع العمل رح يخلق بعد 10 سنين. بس الهو ستودنتس يتخرجوا رح يكون انفولف بارتفيشال انتليجنس، ذكاء اصطناعي، سيلف درايفنج كارز، بلوك تشين، كل هدول القصص. سو عملنا كورسز بهود المواضيع للستودنتس ونبلش نحضرهم بهذا العمر الصغير. وهيدي شغله جديده. صغير قد ايه يعني؟ من اي صفوف؟ وين رايحين؟ على اي اعمار انتم؟ سو هيدي السنه نحن مبلشين جريدز 5 6 وطلوع. السنه الجاي رح نكون تارجتنج كي 12، يعني من اول ما يفوت على المدرسه. من اساسا صح. سو ما هي هيدا الفاندمنتال برنسبل للمدرسه، انه تحضرهم للانفايرمنت اللي حواليهم. فالانفايرمنت عم تتطور كل سنه، فوي هاف تو ميك شور انه اللي عم بيصير جوا، وهلا كلنا يعني حوالينا في ايبادز وتابلتس وتكنولوجيا عم بتغير حياتنا. And so we have to make sure that the students at least عم يقدروا يفهموا ويتعاملوا ويستفيدوا من التكنولوجيا بالطريقه المضبوطه. طيب. So هذا first section الكورسز للتلاميذ. للاساتذه عندنا نعمل professional trainings and development للاساتذه. يعني بنشوف مثلا كل حدا مننا مثلا بيتذكر استاذ معين بعلم هو صغير. اوكي. So مثلا كيف بيقدروا مثلا هودي الاستاذ يكونوا هذا الاستاذ اللي بيتذكروه الستودنتس؟ كيف الاستاذ بيقدر يفهم السايكولوجي بيهايند ستودنتس، شو عم بيصير معهم مثلا بالصف؟ كل حركه بتصير مع التلاميذ بقلب الصف بتعني شغله معينه، كيف الاستاذ بيقدر يستفيد يستغل هيدي الشغله لحتى لمصلحه الصف بشكل عام؟ اند this is the second thing that we do. نعمل offline and online training of teachers. فنتعامل مع teachers directly أو مع المدارس بgroups of teachers. على كم مدرسة صرتوا فايتين؟ اثنين. So نحن هيدا هلا سن أول أول سن رح نكون موجودين. بأي؟ بكم مدرسة؟ So بلشنا يعني this is the first thing that we're going to start. في عنا بلشنا مدارس بلبنان وفي regionally and globally. في بالسعودية and parts of Portugal and Spain. Okay. So وهلا عم نحضر لكامب ان انديا. سو عشان هلا بس يا هوني دور بالك، خلينا شوي. اول شيء تنشوف يعني قد ايه عدد التلاميذ اللي انتم متوقعين توصلوا لهم، شو التوقعات؟ سو هلا عنا كنا سمر كامبس بالصيفيه، مثل كامبس بتارجت الاهل مثلا اذا بدهم يفوتوا بروجرامز اولادهم، اذا بدهم يعملوا بالصيفيه شي بروجرام. اوكي. سو نحن اعطينا موست اوف ذا سمر كامبس اتليست بلبنان اند بالمناطق اللي نحن بنشتغل فيهم، اند وي ريتش تو 1200 تلميذ هيدي الصيفيه. هيدي بعدنا نحن اوفيشلي هلا وير لانشينج، يعني ستارتينج ذس يير. سو المفروض ستارتينج سبتمبر هيدي السنه ذا نمبر رح يكون هلا بنفوت على المدارس يعني اوفيشلي، اند اتس يعني رح تطلع اكثر بكثير. رح يطلع اكثر بكثير. الكاية اللي رح بيصير بانديا، ليش بانديا ومين بيقدر يروح ومين بيقدر يشارك وكيف رح بيكون تنظيم؟ سو البروجرام اللي رح نعمله بانديا از اكشلي حدا تعرفنا عليه لما كنا بسيليكون فالي بامريكا لاست سمر. And الحلو انه كنا مجموعين وصلنا we went through a program كل حدا من different parts of the world، كل حدا من بلد معين. And صرنا نشرح قديش أهمية هيدي الشغلة لننشئ الجيل مش بس ببلد وحدة بس بكل العالم. And so نحن عنا network بكذا بلد to promote هودي الكورسز that we do.
And the camp is بمطرحة in India that is مثل underprivileged people, يعني أشخاص that want to expose them. هذه أول مرة بتصير in that part of India. And it's an experiment, يعني هلأ منشوف the reaction of the students and teachers there. وعلى أساسها بتقرروا كيف سؤال اللي رح يكونوا مشتركين هن الأشخاص اللي موجودين بإنديا, مش إنه مسافرين من مطرح لمطرح. نحن we try to as much, عشان it's very scalable, يعني حيال حدا بالعالم بده يستعمل شيربا courses, it's online and it's a website. It's very easily to onboard حيالله teacher to start giving it in any classroom. And yeah. طيب بدي انت وعم تحكي بالحديث ذكرت لي سيليكون فالي, يعني yes. واحد يروح لهونيك معناتها مرق بمراحل وهونيك وتقبلنا ووصلنا والمشروع انطلق والى اخره. حابه اعرف يعني قبل ما توصلوا انتوا وتعطوا كل هالكرات للتلاميذ, انتوا تجربتكم كيف كانت وكيف حتى الوصول للسيليكون فالي, مع انها هذه شغله ابدا منها هينه صح, لانه الكل بده يروح الكل بده هيدا, بس منا هينه 100%. نحن من بعد ما تخرجنا من الجامعه وي جويند اكسلريتر اسمه سبيد اكسلريتر, وهو يعني بيعمل مثل ديفلوبمنت للستارت ابس, بيعمل لهم تريننجز كيف تنشئوا شركه بالطريقه اللي تكون جلوبال. And بآخر الأكسلريتر هن they select the best startup من الباتش. And نحنا كنا one of the best startup بهذا الباتش لنا. Then we are selected to go to Silicon Valley. And هذا البروجرام اسمه Black Box اللي بيعمله إنه بيجمع founders وشركات من كذا بلد بالعالم, يعني كان في من الهند, كان في من UK, كان في من Germany, different parts of the world. We get gathered نحنا بقلب بروجرام لمدة أسبوعين بسيليكون فالي. And هنيك هن أحسن شركات بالعالم, نحكي جوجل, فيسبوك, سناب شات, إنستغرام, كلهم موجودين هني. So نتعلم منهم شو هن الألمنتس that نحنا لازم نقدر نعملهم بقلب الشركة لحتى تكون شركة to act global, يكون كل العالم مستفيد منها, ونكون عن جد عم نطور بلدنا بالأول أكيد, بس كمان نقدر نكون عم نطور العالم in general ونأخذه من one level to the next level. And the experience كان بعقد, يعني في كتير قصص that we learned جديدة ما كنا نعرفها, والحلو إنه we get it back here and we start to مثل تشارك مع غيرنا نحن بالإيكوسيستم, and this make sure that انتو اللي عم نعمله at least is within global standards, is trusted and it's reliable enough to قادرين الناس انه يتكلوا عليكم بهالمجالات. yes. هيدا كمان ذكرت لي انه انتم موجودين بعدة بلدان صح؟ yes. كيف يعني؟ So مثلا بالسمر كامب for example, as I said, نحن like it's a website, حيال حدا بيقدر to discover the platform and start to download it and يعطيها. So مثلا for example بالسعودية, Space Tune, ما بعرف if most people know it, عندهم هلا the first summer camp in عمل, and they used بدهم go to more education and they كانوا بدهم يستعملوا شيربا courses لحتى يحضروا التلاميذ هونيك مثلا in those kind of topics. That's one example. And نحن وصلنا نتعامل مع partners اللي هن بيعطوا الكورسز physically underground. So نحن we are a pure software company, not the softwares and any entities, education entities. والكرات مين اللي بيطور وبيعمل هدول الكرات حتى ينعطوا كل هال؟ يا سؤال كتير مهم. نحن كتير بهمنا الكونتنت, الماتيريال اللي عم تنعطى, هيدي اهم شغله بشرفة. For this reason, يعني مثلا نحن بنعطي مثلا for example one of the courses هو coding مثلا in space, كيف البرمجة مثلا خلتنا نطلع على الفضاء for example. هلا نحن مش طالعين على الفضاء قبل, ما بنعرف. ف we contact عندنا مثلا for example on board a postdoc at NASA, دكتور رافائيل, and he designed with us the course, the curriculum. بيقلنا شو هن المشنز, شو هن التشالنجز faced by NASA, او شو هن التشالنجز اللي هلا مشاكل عم بيواجهوها من بسطها نحن للستودنتس, we redesign it, simplify it, ونوزعها للطلاب ونشوف شو هن الافكار اللي هن ممكن يطلعوا فيها, and then we report back. يعني بتتفاجئ امرات السوليوشنز بيطلع فيها اولاد صغار الانجينيرز ما فكروا فيها قبل. هاي شغلة يعني كتير بتحمسنا كتير, it encourages us. and هلأ نحنا في program اسمه Enlighted and conference هيدا للإدوكيشن بيصير بالعالم بسبين, and Sherpa was selected among the top 10 بالعالم in terms of the content, يعني الماتيريال that is being given. Sherpa is among the top 10. هلأ we're going to go to Madrid next month to okay. for an exhibition there. تحت تشاركوا بهال هيدا. فإذا بوقت كتير صغير اسم الله عليكم قدرتوا توصلوا الى كل هالنقاط, هيدا كتير مهمة. شو next step؟ يعني نحن هلأ حكينا انديا, اكيد بعرف انه صرتوا حاطين يعني بلان لأكثر من هيك مزبوط؟ يس.
اكيد متوقعين توصلوا لبلدان اكثر، متوقعين تكونوا موجودين، يعني شو الـ شو الـ شو ثاني خطوات لكم؟ يس سو نحن اول شيء الفوكس لنا از ذا ريجن ات ليست هون. صح عندنا بروجرامز عم بيصيروا ببريت غير العالم العربي، بس this just to prove that our product is scalable. حيلا حدا across the globe can use it. بس نحن هلا الخطوة at least for the upcoming year is focusing on the region here, العالم العربي، أن كيف نقدر نطور عشان نحن موجودين هون physically. نحن هون بحاجة أكثر يمكن. 100%. الحاجة موجودة والمدارس عم بتفرجي هيدا الحاجة. يعني عم بتكون عم بدها تستقبل هودي البروجرامز، بدها تعطي هودي التلاميذ those kind of courses. And ونحن physically موجودين هون، فهذا advantage. يعني مثلا هلا انتوا عم تشتغلوا هلا مع مدارس خاصه؟ صح، هلا عنا نحن بروجرام عم نشتغل معه مع وزاره التربيه، رح يبلش سبتمبر بايلوتينج بخمس بابليك سكولز، خمس مدارس رسميه. وحسب هيدا البايلوت ثرو ذا يير بصير بنحط بلان واستراتيجي لموف فورورد لكل المدارس الرسميه بلبنان، بس في بلانز يعني للمدارس الرسميه ضروري لانه كمان المدارس الرسميه موجوده ونحن بحاجه انه نقويها وندعمها. صح، بشكل كثير كبير. اهلا وسهلا فيك، ميرسي على وجودك معنا، يعطيكم الف عافيه عن جد. حلو شباب هالقد عم بيركضوا وعم بيقدروا انه يحققوا هالنتائج عالميا. مشاهدينا طبعا رح نتوقف نحن وياكم للحظات مع الاعلان وبنرجع منتابع فقرات.